لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. احنا في سوق بطور يوم الجمعه ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 24/6/2022، وتعالوا نشوفوا الجاموس اللحم النهارده في سوق بطور. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلم وليد، عامل ايه يا غالي؟ اللحم عامل ايه النهارده؟ اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، اكبر تاجر يا جماعه في سوق بطور اهوت المعلم وليد. صباح الخير يا معلمي، متعرفوا باسمك؟ محمد وليد. المعلم محمد وليد، من هنا معلمي؟ من هنا من قطور. الله يبارك لكم. تجار ولا جنايين؟ الله يبارك لكم، بسم الله ما شاء الله. الاسعار عاملين النهارده؟ الاسعار في هوت يعني النهارده، شايف السوق مليان لحم، بسم الله ما شاء الله. الله يبارك، ربنا يبارك لجميع الناس بحال. الله امين، بسم الله ما شاء الله. ذكوره دول ولا انت؟ لا ذكوره. ذكوره دي عامل كام ودي كام؟ ده 18 ونص و18 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر على اللحم الجاموس النهارده الذكور. اللهم صل على النبي. 18 و18 ونص، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. معلم وليد طبعا اكبر تاجر في سوق بطور النهارده يا جماعه، الله يبارك له، بسم الله ما شاء الله. اللحم التقيل يا جماعه، الجاموس الذكوره، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. طب ممكن رقمك يا معلمي لو حد عايز حاجه برضه يتواصل معاه؟ ك 0 1 7 2 4 7 5 5. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحكم ابيض، شاكرين يا معلم وليد، صباحكم ابيض ان شاء الله. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بوابه الشرقيه اعلى جاموس، بوابه الشرقيه اعلى جاموس. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. مع مين يا خالد؟ شايفها عند المعلم زاهر. وفي المعلم زاهر؟ الله اكبر، اللهم صل على النبي. بوابه الشرقيه المعلم زاهر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الجاموس الثقيل يا جماعه، اللحم، الله اكبر. معلم زاهر، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اكبر عجل جاموس يا جماعه في سوق بطور النهارده. المعلم زاهر فين؟ صباح الخير يا رجاله، صباح الفل. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. معلم زاهر فين؟ اهو. صباح الخير يا معلم زاهر. بوابه الشرقيه طبعا تجار اللحم التقيل، اكبر عجل جاموس يا جماعه النهارده في سوق قطور. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر على الماء، فرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. اللهم صل على النبي. الله اكبر، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اكبر عجل جاموس يا جماعه النهارده في سوق قطور. الله اكبر، اللهم صل على النبي. صباح الفل يا معلم زاهي. الاسعار عاملين النهارده يا معلمي؟ هنا ب 65 بس. 65 في الدكر الجاموس. ضرب السوق. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. مش كام عليها معلم زاهر؟ 65. لا ولا يمه ولا حاجه. ده البقر ب 68. الجو كده يا عم. طب عامل كام العجل ده معلم زاهر والله؟ أه؟ عامل كام الله وحده؟ 45 بس. 45,000 يا جماعه، اكبر عجل جاموس. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اتفرج ومل عينيك وصلي على حبيبك النبي. الله اكبر. 45,000 يا جماعه، اكبر عجل جاموس النهارده في سوق قطور، بسم الله ما شاء الله. معاك حاجه تانيه يا معلم زاهر؟ المعلم وائل ابو جمعه. المعلم وائل ابو جمعه، الله يبارك له، هنروح له. طب ادينا الرقم. طيب اكتب 012. 012؟ اه. كام يا معلم؟ 012 2 0 0 4 3 8 3 8 1 5 1 1 5 1. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم، بالصلاه الله يبارك لك ابو فوزي. صباحك ابيض، الشرقيه وقت الشرقيه، الناس المحترمين الله يبارك لهم، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. دي بنسيبه للحاجات المخرفشه بقى. الله يبارك لك يا معلم. نتعرفوا باسمك؟ اهلا، صباح محمد فوزي. المعلم محمد فوزي. اه، شرقيه انيسو نارت بكتور النهارده معلمي، بسم الله ما شاء الله. ذكوره الاثنين؟ اه يا عم. الله اكبر. دي بكام ودي بكام والله؟ بيشتروا بالاثنين على بعض. عاملين كام الله وكيل؟ 47,000 الله وكيل. 47,000 يدوز ذكوره يا جماعه لحم، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه، اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي، عشان ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هيشتري المال. الله اكبر،
بسم الله ما شاء الله. معك احمد. اللهم صل على النبي على الماء. معك حاجه تاني غير ما معلمي؟ معايا الذكرين اللي غادي مع وائل ده اهو. يا وائل حبيبي يا عيسى. الله اكبر. وريهم للراجل يا وائل. بسم الله ما شاء الله. حاج وائل صباح الخير. كل سنه حضرتك طيب. بسم الله ما شاء الله. يا عم خلها على الله. ماشي يا معلمي. نارك ابيض. المعلم وائل رفض التصوير. ما رضيتش تصور. قال لي مش عايز تصور. الله يبارك لك. عاملين كام والله؟ الاثنين اللي غادي دول؟ الاثنين اللي غادي دول ب 54,000. ب 54,000 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر على الماء. 54,000 في الشرقية وتجار الشرقية الناس اللي منورين نفسهم في كل مكان. الله اكبر. طب ادينا الرقم يا معلمي لو حد عايز حاجة يتواصل معاك. رقم تليفونه 012-786-4604-6190-190. اي حد يتواصل معاك تبع قناه الماشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. صباحك ابيض ومتشكرين جدا رجال. نهاركم زي العسل ان شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. اللهم صل على النبي. اكبر عجل جاموس عامل 45,000. الله اكبر. وحش الشرقية. الله اكبر. وحش الشرقية. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اكبر عجل جاموس يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله يبارك لكم ويصلح حالكم يا رجالي. اللهم صل على النبي. الله اكبر. ده الكيلو ماشي كام يا معلمي؟ 66 النتايات العجم اللحمه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ده الكيلو بكام يا معلم في الجاموس النهارده؟ ايوه 15 والله. وصلت اللهم صل على النبي. لا اله الا الله. كيلو عامل كام يا معلمي في الجاموس النهارده والله؟ يا واحده كيلو عامل كام؟ يا عم الله يكرمك ما تزعل فيها. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الله. كيلو عامل كام يا حاج النهارده والله معلمي؟ معلم يا معلم وين؟ يلا عبدو عازم مصطفى. اللهم صل على النبي. كام يا حاج؟ قال لي 57-58. اقول انا شارب وخشش. الله يسهل له الحال. ايوه ما انما محكمه السوق 57-58 العجل الجاموس. ايوه الراجل اهو. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك. هم طلعنا فيديو مش طلعنا. ايوه حاج صباحك ابيض ان شاء الله. ماشي يا غالي اتفضل. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على الماء. بسم الله ما شاء الله على الذكور الجاموس يا جماعه اللحم. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. خد ودنه. تعالى الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. مش هيطلع. طلعوه من الناحيه اللي هناك يا جماعه. ولا يجي جانا. اللهم صل على النبي. اجمع من هنا كده. ما هنا وزن الاثنين اللي على الميزان. علي وزن الاثنين اللي على الميزان. لا لا رضي الله. اطلع من هنا. كم بتنفع على الميزان؟ الله يكون الاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان اوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. اسيبكم في رعاية الله وامنه. والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.